السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مختص بان هو يجيب لك معاني الاختصارات. يعني انت جالك اختصار معين زي سي او مش عارف هو ايه، فبتعمل عليه سيرش فيقول لك ان ده مثلا المدير التنفيذي او كذا. في اختصارات كتيرة طبعا، يعني ممكن يكون في الصناعة بتاعتك ليها معنى اخر، فهو بيبدأ يجيبها لك وتقدر تعمل سيرش. وفي عربي وفي انجليزي وفي لغات تانية. يعني خلينا نروح الموقع الاصلي اهوت، تقول له مثلا الاختصار هو الدي ام دوت، فيبدأ يقول لك ان الدي ام دي اختصار ايه، وبيبدأ يجيب لك الحاجات المنتشرة اكتر حاجة، وبيجيب لك الحاجات الغير منتشرة برضه.